هاي جايز، كنتمنى تكون اموركم على خير وبخير. مرحبا بكم في فلوغ جديد. هذا الفلوغ غادي يكون تتمة الفلوغات اللي نزلت من قبل على القناة ديالي، اللي هي فلوغات بالسون ويلز او قصر على العجلات. اللي باقي ما شافش هذوك الفيديوهات غادي نخلي اللينك في ديسكريبشن بوكس. من بعد ما غادرنا المدينه السابقه، كمل القطار الطريق ديالو في الليل، وفي اليوم الموالي اللي هو اليوم الرابع وصلنا لمدينه اودايبور الملقبه بمدينه البحيرات. أول محطة كانت هي زيارة الحديقة الملكية سهيليون كيباري اللي تبنات في القرن 18 على يد الملك مهرانا سانغام سينغ كهدية للزوجة ديالو. وهذه الحديقة كانت هي مكان استجمام الملكة والجاريات ديالها ل 48. من بعد كملنا الطريق لزيارة محل الرسم، حيث أن هذه المدينة معروفة بالرسم على الأواني والملابس إلى آخره. المحطة الموالية كانت هي جولة بالقارب في بحيرة باشولي المعروفة بفندق ليك باليس هوتيل اللي كانت صور فيه فيلم جيمس بوند. من بعد وصلنا إلى قصر من قصور أمراء راجستان المسمى بجاك ماندير اللي بناوه في وسط البحيرة. وجهة الغداء كانت هي قصر من القصور اللي كيطلع البحيرة، اللي هو قصر فاتح براكش. آخر محطة كانت هي زيارة قصر سيري بالاس اللي خدا البناء ديالو أكثر من 400 سنة بدءا من القرن 16. والهندسة المعمارية ديال هذا القصر تعتبر مزيج بين هندسة الراجستانيين والمغل. والموقع ديال هذا القصر اللي جاي في أعلى قمة هضبة تطل على بحيرة باشولي تجعله مكان سياحي بامتياز.
كانت هذه أحداث اليوم الرابع بمدينة أوديبور. من بعد ما انتهى اليوم ورجعنا للقطار، القطار كمل طريقه للوجهة والمدينة الموالية اللي غنكتشفوها في الفلوغ القادم إن شاء الله. إلى عجبكم المحتوى ديال القناة ديالي ما تنسوش ديروا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وخليوا لي الآراء والاقتراحات ديالكم في الكومنت. إلى اللقاء.